ازاي حضرتك يا دكتور عمرو؟ فضل ونعم الحمد لله. انا مبسوط والله اني بكلم حضرتك جدا والله، من زمان انا عايز اكلم حضرتك. على راسي يا سيدي، على راسي. انا يعني في مشكله بالنسبه لي بيني وبين زوجتي. المشكله ديت يعني تكاد ان هي تنهي بينا الانفصال، بس طيب. انا متمسك باولادي وزوجتي. اهم حاجه تكون متمسك. ايوه كويس، اهم حاجه تكون متمسك بيها هي نفسها. متمسك بزوجتي وأولادي حد اخر لحظه، ودخلنا ناس بالود يصلح ما بيننا، بس زوجتي يعني ايه متمسكه برايها ان هي عايزه ايه الانفصال. هل في خيانه ولا حاجه؟ لا والله كلها حاجات يعني تفاهات دنيويه يعني. طيب من امتى وهي عايزه تنفصل؟ ده قريب ولا من زمان؟ هي حصل زعل بسيط، راحت عند والدها 6 شهور. في الفتره ديت عمال بدخل ناس ما بيننا علشان يصلح ما بيننا، ولسه لحتى الان الموضوع قائم ما فيش. طب سؤال حضرتك يا استاذ اسلام، كنت حابب يعني اجي لحضرتك. عايز اولادي، عايز زوجتي وعايز اولادي، عايز البيت ما اتشرف بحضرتك. بس انا اقول لحضرتك حاجه مهمه يا استاذ اسلام، بما ان حضرتك بتكلمني في العموم، انا اول حاجه بما اعتبار ان انت اللي اتصلت بيا، انت قد ايه مستعد ان انت تتغير؟ فدي مساله مهمه يا استاذ اسلام، يعني انت لازم تكون عارف، لازم انت تكون من قرارة نفسك انت مستعد ان انت تتغير، لان معنى ان انت اتصلت بيا ومعنى ان هي وصلت الى حد ان هي خلاص امتلأت، عشان بس ما حدش يفتكر ان احنا بنمرع الستات، لكن معنى ان في حد من الطرفين قرر ان هو ينفصل، يبقى التاني مش ان هو ما كانش طرف في المشكله، فانت كمان يا سيد اسلام طرف في المشكله. فقد ايه انت مستعد تتغير؟ ده اول سؤال لازم تساله لنفسك. انا هقول لك 3 اسئله بسرعه. اول سؤال لازم تسال نفسك، انت قد ايه مستعد تكون انت تتغير؟ ايه اهم 3 حاجات انت لازم تغيرهم في نفسك عشان يبقى في حل؟ الحاجه الثانيه، ايه اهم 3 حاجات هتضيفها لحياتك عشان حياتكم تبقى افضل؟ لان مفيش ابدا حياه بتبقى افضل من غير ما احنا نضيف اليها. احنا ماشيين كتير قوي جدا جدا في الجواز، بنبقى ماشيين من اول الجواز بالقصور الذاتي لغايه ما نلبس في حيطه، فنفوق ان احنا كنا من اول يوم في الجواز كنا لازم نغير في حياتنا. فنيجي لما حياتنا تتكلس، وتيجي حياتنا لما تيجي حياتنا تتهد، نفوق بقى وعايزين نرجع كل اللي حصل ده، ونعمل شويه اجراءات بس تعوض كل السنوات دي. انت لازم تكون عندك حاجتين، تكون مستعد للتغيير وتطول نفسك شويه، لان عدم تطويل النفس هيخليك تزهق، واذا زهقت للاسف مش هنقدر نحصل ده. ولذلك حضره النبي قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر. فحاول ببساطة أن أنت تجاوب على 3 أسئلة دي، وتحاول كمان أن أنتوا تشوفوا زي ما أنت كده تفضلت، لازم يبقى فيه إرشاد يتدخل، خبير يتدخل، بدل إحنا جربنا الأهل والأهل، ما لازم يبقى فيه خبير يتدخل عشان نقدر نتجاوز هذه الحالة اللي هي واضح أن هي صعبة.